أثبتت أحد الدراسات أن 41% يخشون التحدث أمام الجمهور أكثر من خوفهم من الموت، ولكن في مجال الدراسة والعمل تعد هذه المهارة كبيرة لا بد من إتقانها. يطلبها منك المعلم في الصف أن تشرح لزملائك هذه الجزئية، أو المحاضر في الجامعة يطلب منك عرضا تقييميا لموضوع ما، وما يزيد الأمر صعوبة أن ترتبط درجاتك وتقييمك بناء على هذا العرض التقييمي. وهنا يعاني أصحاب هذا النوع من الرهاب ولا حلول غير الهروب من المواقف أو المواجهة رغم صعوبتها. ولكن ما هو رهاب المسرح؟ رهاب المسرح حالة من القلق المزمن عن التعرض لموقف التحدث أمام جمع من المشاهدين، أو الإلقاء في أحد المواقف مصاحبة لعدة أعراض جسدية كرد فعل من الجسم نتيجة إفراز الأدريالين بكثرة في ذلك الوقت، وتعد من أبرز هذه الأعراض الجسدية وفقا لرسالة صحية لرسالة الصحة النفسية من جامعة هارفارد. أعراض القلق الجسدية المتعددة منها الرجفة في القلب وجفاف الفم وبرودة ورعشة الأطراف وكثرة التعرق وتشوش الرؤية والدوران والغثيان. وكما ذكرنا فإن هذه الأعراض الفسيولوجية تظهر بسبب تدافع الأدريالين بالجسم فيما يسمى بميكانيزم الهروب للتهرب من الموقف الصعب الذي تعيشه الشخصية ويكون أمام الجمهور ويتسبب في حالة من الاضطراب. شكرا على حسن المتابعة. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.